برحب بحضراتكم معانا مرة تانية هنا في الحياة اليوم. صاحب نناقش ملفات كتيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية، لكن دايما بنحب نخصص وقت كده وفقرات لحضراتكم تدينا يعني طاقة أمل وطاقة إيجابية، ونشوف نماذج على الرغم من ان يبقى ظروف صعبة، ظروف اجتماعية او اقتصادية، لكن مادام عندك حلم وعندك إصرار وعندك إرادة مفيش حاجة مستحيل، وتقدر تكتب قصة نجاحك بإيدك بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. معانا النهاردة جيهان على الرغم من الظروف يعني بدايتها أو نشأتها كانت صعبة جدا، والحقيقة حتى أنا سألتها قبل ما نطلع الهواء قلت لها يعني الحساسية، في أي حساسية أو نوع من أنواع المشاكل بتواجهيها، أو لو أنا قلت أن أنت كنت نزيل الدور رعاية المسألة دي بتكون صعبة بالنسبة لك أو مؤلمة؟ قالت لي بالعكس دي مصدر فخر لي. ليه؟ لأن جيهان على الرغم من أن البدايات كانت صعبة، لكن دلوقتي بنتكلم يوم الاثنين اللي فات جيهان ناقشت رسالة الماجستير الخاصة بيها، وكانت حضرها كمان أستاذة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. عشان كده هي مشرفانا النهاردة في الحياة اليوم ونسمع منها وابتسامتها الحلوة كده وبالطاقة الإيجابية اللي أنا شايفاها. أهلا بيك يا جيهان أو يا دكتورة جيهان إن شاء الله، وألف مبروك طبعا مناقشة الماجستير. أهلا بيك يا حبيبتي. أهلا بيك جيهان. أنا عايزاكي تحكي لنا بس أكتر كده عن نفسك، عن حلمك اللي أنت اشتغلتي عليه لغاية لما بنتكلم النهاردة على رسالة ماجستير وتحضرها للوزير. تفضل. أبدأ من إيه؟ اللي أنت عايزاه قوليلي، يعني الأول الدراسة، والدراسة مع الظروف دي هل كانت المسألة صعبة بالنسبة لك؟ يعني دايما احنا سهلها لك يا جيهان، دايما لما اي حد بيكون ناجح في حاجة يقول لك ايه، بتشجيع اسرتي واللي حواليا وكانوا موجودين ومعايا وفي ظهري. انت بشكل او باخر كان التشجيع ده مصدره ايه؟ حلمك ده كنت واقفة وراه ازاي؟ هو الدراسة والحلم بتاعي كان وراء اهلي. يعني قبل ما اتجوز كان اهلي موجودين معايا، واخواتي، وفي من دكاترتي، وفي من زمايلي في الشغل. جه عليا وقت انا ما كنتش عاوزه اكمل، عشان انا بعد ما تعبت في الكليه ربنا ما كرمنيش بالتعيين فاحبطت. اللي انا تعبت في الكليه ما وصلتش لان انا عاوزاه، طب انا هكمل ليه؟ ما انا ممكن ما اوصلش. بقى في ناس بتقول لي عادي مش مهم ما تكمليش، وفي ناس لا كملي، في جامعات جديده بتفتح كملي وان شاء الله هيطلبوا. كل طبعا اللي بيطلب على درجه الدكتوراه. فكملي دراساتك وهتنجحي وهتوصلي للي انت عاوزاه. فكان في مصدر كتير. بعد الجواز كان جوزي وافق، يعني كان في ظهري جامد، يعني اللي هو انا مش هتقفي ومش هتكملي ومعاكي لغايه ما تكملي، علشان اصلا يعني بابا وماما في الدار ما كانوش عاوزيننا نتجوز الا لما خدوا مني شرط اللي انا لازم اكمل الدراسات العليا بتاعتي. خدوا منه وعد بالذات بابا عصمت يعني وماما منى، قالوا لي عشان هم كانوا خايفين ان انا اما اتجوز اللي الجواز بقى يشغلني، وخاصه ان انا بعد الجواز حصلت ليا ظروف وكلام من ده من الحمل وكده، فكان صعب فعلا. يعني كان جيهان مع بنوته صح؟ بنوته 7 شهور دلوقتي فريده، استنيها بره مع باباها بره فريده. فكان في دروبات فعلا كتير بعد الجواز وقبل الجواز بردك. انت جوزك كان معاكي في دار الرعايه برضو ولا في دار رعايه تاني؟ هو في دار رعايه تانيه بس هو في جمعيه اولادي اللي في دجله. هو جه عن طريق اللي هو كان ليه اخوه واخد واحده من عندنا برضك، يعتبر احنا يعتبر كده نسايب. فاما شاف المكان وشاف البنات والتعامل ما ترددش اللي هو يكون ليه شريكه حياته تكون من نفس المكان، فطلب من المشرفه المسؤوله عن الاستاذه نجوى شعبان المسؤوله عن اللي هو جواز الفتيات عندنا يعني، فقالت له قال مؤهلاته اللي هو نفسه وبنته وكده فرشحوني ليه. تشابه الظروف يا جيهان بينك وبين زوجك، يعني لأي مدى برضو ده كان دافع، كان بيخليكوا تتغلبوا على أي مشاكل، أي حاجة تكون صعبة قدامكم؟ هو أحلى حاجة في جوزي اللي هو عاوزني دايما أكون أحسن، مش مهم هو، المهم إن أنا أشوفك في أعلى مراتب وأنا معاك لغاية ما توصلي للي أنت عاوزاه. يعني هو دايما دافع وفي ظهري في كده. عاوزين احنا الاثنين، هو برضك عمال وراء احلام بيسعى ليه. انت بقى وراه بقى وفي ظهره بقى. طب لا هو بس هو برضك هو ظروف حكمه في اللي هو راجل وهو مسؤول عن بيت. فالشغل، متطلبات البيت، متطلبات البنت، شويه
معطلاه، بس هو واقف معايا انا للاخر، مالكيش دعوه بيا انا، طب انا معاك. قولي لي يا جيهان برضو، لما بنفتح دايما دور ملف دور رعايه الايتام والكلام ده كله، بنلاقي في دور يعني فيها مشاكل كتيره قوي، ومفيش الاهتمام اللازم او التعامل الادمي والانساني. واضح ان الحمد لله ما شاء الله ان كان حظك حلو في الدار اللي كنت فيها. فكلميني عن ده، خاصه كمان ان بقى في شغل دلوقتي لمتابعه دور الرعايه، لو في اي مشاكل في اي حاجه يكون في تصرف، يكون في محاسبه للمسؤول، علشان هو الهدف منها انساني اولا واخيرا. لا هو من صغرنا من ناحيه التعليم يعني ماما وبابا ما كانوش مقصرين، يعني زينا اكننا كنا زي الاهالي بره، الدروس كلها كنا بناخدها، لدرجه ان انا اصلا اللي خلاني اسعى ان انا اكون من الاوائل دايما وكلام من ده، اللي احنا بعد ما كانت يعني انا دفعتي 14 بنت كنا قد بعض، فماما بعد ما النتيجه كانت بتطلع تكرم الخمسه الاوائل علينا. فانا كنت دايما بشوف ليه ما اطلعش زي بنت اللي بتطلع الاولى على المدرسه او بتطلع الثانيه، انا احسن منها في ايه؟ ماما بتديني دروس وهم بياخدوا دروس، ادواتنا زي ادواتهم، مفيش حد محروم من حاجه. لا كنا مهتمين، ماما ما كانت بتلاقي حد مهتم بالتعليم، وبابا عصمت بالذات يعني هو كان مهتم معايا لما لقاني في الثانويه العامه جبت مجموع، وان انا يعني كل مدى في الدراسه يعني الحمد لله بفضل الله في تقدم وفي مجموع وبقت على حلمي، كان معايا قوي واقف في الحته دي بالذات، يعني ممكن انا اللي اكون بالذات معاه في الحته دي، كان على طول تكريم. انتي وصلت لفين دلوقتي؟ ما كانش عاوز يجوزني غير ما اخلص يعني بابا عصمت الصياد ومامونا، لا كان ليهم اهتمام. حتى دلوقتي الاول اخواتي كان دبلوم، يعني اللي بيخلص دبلوم خلاص وهننزل نشتغل، دلوقتي لا احنا عاوزين نكمل، بيعملوا معادلات، عاوزين ندخل جامعات. عملتي عدوى ايجابيه حلوه كده يعني. لا يعني دلوقتي في مجموعه لسه 4 بنات مخلصين دبلوم تجاره بيكملوا معادلات دلوقتي علشان يلتحقوا بالجامعات. كان في 2 قبل كده معايا، 2 من اخواتي بيكملوا دراسات عليا، وفي واحده في جامعه قالت لي انا هكمل بعد ما تخلصي. لا بقى في افتتاح في الجامعه عندنا والمعاهد وتفكير للتعليم اكتر. قولي لي يا جيهان، حضور دكتوره نيفين القباش وزير التضامن الاجتماعي، ايوه، وجودها معاكي بقى وانت بتناقشي الماجستير، خاصه انا عرفت كده خبر حلو قوي، يعني كلام انها ثابت، هي كانت موجوده في الساحل الشمالي وكنت معاها من كام يوم كده وعلى الهوا، وبنتكلم على افتتاح متحف او اسفه معرض ديارنا للحرف اليدويه هناك، فسمعت انها ثابت ده كله وجت مخصوص هنا علشان تحضر معاكي رساله الماجستير المناقشه. انا اصلا اولا يعني بوجه رساله على الهوا بشكرها جدا على حضورها، يعني حضورها ده كان بالنسبه لي دفع قوي، واظن ان انا ما كنتش هكون في الاماكن دي كلها ولا مع حضرتك الا كان بوجودها. وجودها غير معايا كتير وفرق معايا في حاجات كتير جدا، اداني دافع قوي وهي يعني حضرتها. طب استني بقى، هي موجوده معانا على التليفون وسمعانا دلوقتي، خليكي توجه لها كلام كده بشكل مباشر بعد التحيه طبعا لسياده الوزيره. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. مساء النور يا استاذة لبنى، وسعيدة اكون معاكي وسعيدة جدا 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 اكون مع، والله احنا اللي سعداء بحضرتك وبشغلك وكمان بالجانب الانساني يعني اللي بيظهر في كتير من الامور، ومن ضمن طبعا موضوع جيهان النهارده. ده الدكتورة هانم دلوقتي ان شاء الله يا رب، ومش عايزة اقول لك قد ايه فرحت بيها. اولا يعني الف مبروك، ويعني سعادتي كانت فيها يعني كانت فيها كبيرة جدا جدا. اولا أنا عايزة أهنيها وأهني وبرضو أشكر جوزها عريض على وقفته بجيهان، وأشكر أستاذة منى وأستاذ عصمت. الحقيقة يعني أنا شفت أسرة مع بعضها، ويعني قد إيه أنا مقدرة إن جيهان مش هقول مرت بصعوبات، لكن كان قدامها هدف في حياتها وهي حابة تحققه. هي كانت بعتت جواب علشان متطلبات الماجستير، وانا كنت الحقيقه واخده عهد ان اولا يعني ولادنا في الدور فيهم نماذج ايجابيه كثيره جدا جدا جدا، وانا كنت بزعل جدا لما اي حد يقول على حد فيهم حاجه مش حلوه. واخدت عهد على نفسي ان احنا من هنا ورايح نسلط الضوء على كل النماذج الناجحه اللي بنقولهم، ولادنا بيشرفونا. ويعني يمكن بيقولوا لي كويس انك روحتي، لا الحقيقه هو حق جيهان عليا وعلى الوزاره ان احنا نشاركها فرحتها دي، وان احنا نكون الولاد لو محتاجين اي دراسه، وانا حتى قلت لها لو عايزه تكملي ودكتوراه او عايزه اي حاجه في ابحاث
احنا فاتحين الطريق. سيادة الرئيس كان في احد اللقاءات كنا بنتكلم على تكافؤ الفرص التعليميه، ان من حق كل طالب او كل شاب او شابه يحصل على التعليم اللي هو عايزه وما يقفش حقي قدامه، اذا كان ظروفه الماديه لا تسمح، اذا كان في مؤسسه او كان عنده اعاقه. لاني قابلت بنات بتقولي مثلا هي جايبه جيد جدا الاربع سنين، بنت من البنات واخده بكالوريوس اعمال، بس انا نفسي اعمل ماجستير بس يعني ماما في الدار مش راضيه، كفايه كده. قلت لها لا مفيش حاجه اسمها كفايه كده، ليه كفايه؟ ليه ما نخليش احلامهم قد السقف وقد السماء ويحلموا ونساعدهم ويحققوا حلمهم؟ دي حاجه رائعه المساعده اللي عملتها لنا جيهان، والحقيقه يمكن في اكثر من نموذج، لكن جيهان احدثهم واصغرهم، لان كمان جيهان سنها صغير كبيره. فالسعاده اللي عملوها لنا خلونا نصمم اكثر واكثر، نعمل اصلاح كبير في مؤسسات الرعايه كلها. أنا ده كان سؤالي لحضرتك الحقيقة، دور الرعاية المحترم منها واللي بيشتغل صح واللي محتاج إن احنا نركز عليه أكتر، الدور اللي لأ محتاجة بقى ليه إعادة هيكلة ونبص على الأداء، الحاجات الإيجابية دي إزاي نعظمها يا فندم؟ شايفة إزاي في ضوء جيهان وكتير من ولادنا إزاي نشتغل على الملف ده يا دكتور سيادة الوزير؟ لا أولاً هو إحنا بنقفل الدور المخالف. ومفيش جدل ولا في أي يعني موضوع حوار لأي دور بتسيء أو ما بتلتزمش بالمعايير، مش هقول المهنية ولا حتى الحقوقية لأولادنا، لأن مستحيل ده هيحصل. حتى لو حصل هتبقى حاجات إحنا مش شايفينها، ولو عرفناها مش هنسكت عليها. تمام. لأن المواطن المصري يعني أولاً كرامتهم على رأسنا كلنا، وإحنا بنتكلم في حياة كريمة، دي سنة، و عايزه اقول سمه مرحله تاريخيه احنا فيها في مصر دلوقتي. مش بنتكلم على مشروع او على برنامج حياه كريمه، الحياه الكريمه لكل مواطن مصري. ولادنا بقى ليهم حياتين كريمه مش حياه واحده، لان هم ظروفهم مختلفه وهم محتاجين منا كل الدعم وكل السند، ويعني مش هنسمح باي حد يتنمر عليهم او يضايقهم. بيربيهم طبيعي جدا انه بيربيهم وبيقومهم، ومش كل من يتكلم ولد او بنت كلمه هيبقى بيسيء اليه. صحيح. حقهم يربوهم طبعا. طب اسمحي لي في الجزئيه دي اشرك معانا دكتوره جيهان يا سياده الوزيره، يعني جيهان قولي لي حاسه ان احنا محتاجين ايه اكتر من واقع طبعا خبرتك وعشتي في الدار وغيره، ايه غلط ممكن نصححه؟ ايه كويس ممكن احنا نعظمه ونزوده اكتر؟ هو اللي انا شايفاه انا من وجهه نظري يعني طبعا بالنسبه اللي بيكون في عدد كبير في الدارات، يعني انا دار في الدار بتاعتي اخواتي في عدد كبير، فبرضك مع ظروف الحياه واللي احنا بيبقى قد ايه العدد تقريبا كده؟ يعني احنا دلوقتي تقريبا يعني مش عارفه بعد اللي اتجوزوا، بس انا على ايامي كانت 100 وشويه. عيد جودي الجامعه بتاعته فوق ال 300 حاجه زي كده يعني. فمع ظروف الحياه والمصروفات والكلام من ده، جزء التعليم مع المصاريف بيكون فيه شويه مش ليه الاولويه قوي. يعني بيشوفوا ايه الاولويات عشان الميزانيه يعني. والفلوس ما بتبقاش بالظبط يعني ساعات بيكون الحمل مثلا على الدار وعلى حد تاني بيساعد. طيب يعني التبرعات لو في ميزانيه تتصرف على التعليم ويكون في الدارات، لا دي الحاجه دي محطوطه للبنات اللي عاوزه تكمل. طيب دي واحد، ايه تاني؟ ايه اللي حاضر في دماغك دلوقتي؟ طب التعامل، يعني سيادة الوزيرة اتكلمت برضو انه التعنيف او الطريقة مثلا يقول لك ايه اصل انا بربي، بس ممكن يكون الطريقة بتبقى صعبة شوية يعني او دلوقتي تتقاب حساسية. الكلام ده يعني دلوقتي اصلا في العصر اللي احنا فيه مع كمان طرق التعليم اللي ماشية الحديثة، موضوع التعنيف ده اصلا مش ماشي. يعني بقى في مع طرق التعليم الحديثه لا لازم سياسه الوسائل الحديثه اللي بتستخدم في التعليم، موضوع الحفظ والتلقين وان انا اضرب لا ما فيش اصلا الكلام ده دلوقتي. طيب لازم بنستخدم الوسائل الحديثه عشان نوصل المعلومه والمناهج الحديثه. طيب. بالالعاب والكلام ده كله ماشي، فنوفر بقى ده. طيب سياده الوزيره بص يا فندم، هو موضوع جيهان اللي بتقولوا عليه على حكايه الكثافه، تعرفي بقى ان احنا دلوقتي لما عملت قاعده بيانات لقيت في دور فيها اطفال اقل من عدد الموظفين.
يعني متخيله ان سوء توزيع الاطفال ما بين الدور محتاج، وده اللي بنعمله دلوقتي ان احنا بنقفل وبنركز جهودنا، لان لو عندنا 520 دار طب نقفل ولا نعيد توزيع مثلا من الاطفال اللي في دور فيها يعني فيها كثافه وعدد كبير الاتنين. نوديهم للدور اللي فاضيه دي؟ الاثنين، ما فيش حاجه اسمها دار تبقى شقه في عمار. يعني مرفوض رفضا باتا، لان الدور ليها متطلبات وليها معايير. الا لو هي اسره كافله او بيوت صغيره زي النموذج الجديد اللي احنا بنعمله، لكن الشقق في عمارات ده مرفوض. دي لا بنقفلها دلوقتي. تمام. لكن الدور اللي ليها متطلبات بس يكون فيها كثافه اطفال اقل، طب ما انقل الاطفال في دور ثانيه واعيد توزيع ثاني، لان القوى البشريه اللي بتشتغل بتتوزع، وبالتالي العبء المادي على الوزاره بيكتر. فده اللي احنا بنعمله ده دلوقتي، ان احنا نوزع الدور، بس قبل ما نوزعهم لازم تكون الدور لائقه لاستقبال ولادنا وبناتنا. عشان كده سياده الرئيس هو الحقيقه وجه ان نعمل نطور ونرفع كفاءه دور بشكل عالي جدا، يكون فيها خدمات كافيه جدا لتنميه مواهب الولاد، لان احنا كمان دلوقتي بندور على اللي بيعرف يرسم وعلى اللي بيعرف يكتب شعر وعلى اللي بيعرف يغني، لان دي كلها طاقات لازم تخرج، بتخلي الواحد اكثر متصالح مع نفسه وبتخلي الواحد يطلع كل الفن اللي جواه. اما بقى يعني احنا ان شاء الله بنطلق استراتيجيه لاصلاح منظومه الرعايه كلها. اولا احنا بنقلل مؤسسات وبنكثر اسر كافله، وده جاب لنا الحقيقه برضو خلال العام ونصف او العامين السابقين الحقيقه يعني الازهر الشريف كل الشكر والتقدير، ووزاره الداخليه عملوا لنا تسهيلات كبيره في الاسر الكافله، ووزاره العدل خلت في اسر، واحنا كمان سهلنا الاجراءات جدا. ايوه. مع الحفاظ على المنظومه وعلى حقوق الولاد، فاحنا عندنا 2600 طلب دلوقتي بس بنبحثهم لاسر كافله، فهنقلل مؤسسات لكن هنجودها وبنعمل نظام مراقبه. مساله التعليم اللي جهان بتقوله، انا اولا السنه دي انا قلت لهم ادوني كل اللي متعثر في التعليم والوزاره دفعت بداله، يعني قلت لهم المساله ان احنا بندي ولاد تكافل، فالحقيقه كان عندنا موازنه، وقلت لهم ما فيش حاجه، اللي عايز يدرس دراسات عليا هيدرس، اللي عايز يكمل هيكمل، اللي عايز يكمل تعليم خاص وعنده مشكله بنلاقي له مخارج. فاحنا انا رايي ان التعليم مهم جدا 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 لاولادنا وبناتنا، لان ده اللي هيتسلحوا بيه. صحيح. وسياده الرئيس طبعا بيحمل لنا مفاجات برعايه الولاد كمان بعد التخرج من الدور، لان بعد التخرج وانا قلت لجيهان، قلت لها انت وعيد تعبتوا عشان تعملوا بيه، انا هرد لكم جزء من اللي انتوا استثمرتوا فيه، لان اكيد عليهم اقساط وديون والاخره، وانا مش عايزهم يفتدوا حياتهم. طب ما تقول لنا بقى ايه اللي هيتم توفيره لجيهان ولزوجها ان شاء الله؟ مش بس لجيهان وزوجها، لكل الولاد. اولا احنا بنساعد في التسكين دلوقتي، وان شاء الله يعني يكون في خبر جميل بمناسبه شقق الايتام. ايضا في مساله فرص العمل، يعني انا غير جيهان انا عندي لسه نجلاء دلوقتي عايزه تتدرب عشان هي خريجه اعلام وعايزه تعمل دراسات عليا، هنوفر لها كل فلوس الماجستير. فاي حد عايز مساله توفير وظيفه، انا كنت حتى بجيب لهم دلوقتي حد متخصص ان هو يقعد معاهم من اول ما يبتدوا 18 سنه او قبلها. ده انت كلامي كمان يا سياده الوزيره بتقولي كلام حلو، غير الوظيفه الشقق ان شاء الله برضو تكون متوفره للولاد الشباب والشابات ان شاء الله المقبلين على الزواج من دور الرعايه. يعني اسره وازاي هيكون لهم بطاقه تموين تمام يا فندم ان شاء الله. شكرا جزيلا سياده الوزيره على الجهد طبعا وعلى الشغل المعمول في الملف ده وغيره من الملفات المهمه الخاصه بوزاره التضامن الاجتماعي. مره ثانيه شكرا جزيلا في كل زمايلك يعني حبيبتي ان شاء الله. شكرا دكتوره نادين. شكرا يا فندم بشكرك. يا دكتورة جيهان قولي لي بقى كده في جملة أخيرة، يعني بعد اللي سمعتيه من كلام سيادة الوزيرة ومع أسرتك الصغيرة وحلمك للدراسة، كلميني عن اللي جاي أو نفسك أو بتفكري في إيه ليكي ولجوزك أكيد والبنوتة. أنا جوزي نفسي ربنا يكرمه بوظيفة حكومية يستقر فيها، عشان إحنا كل شوية من شغل لشغل، كل قطاع خاص،
وما جت ظروف كورونا وحصلت يسيب ويعمل ومرتبات مش قوي، حضرتك عارفه اللي هو ولا ليه حد ولا انا ليه حد، لينا لبعض. لازم حكومه يعني حاجه كويسه يعني على الاقل المرتب يكفي البيت كله. ستزاد في وظايف ان شاء الله وشغل قريب. انا نفسي ربنا يكرمني يعني انا لغايه دلوقتي اعتبر ما وصلتش لحلمي. انا بسعى ان انا اتعين في جامعه حكوميه بقى خاصه اللي ربنا يكرمني بيه ان شاء الله، وهكمل دكتوراه باذن الله. عشان اوصل لازم اعمل حاجه كويسه لفريده، انا ده كله انا وهو بنعمل عشان فريده بنتنا. ان شاء الله ربنا يديكي على قد تعبك وتفرحي وانت واسرتك الصغيره ان شاء الله، وربنا يوفقك. شكرا جزيلا ليكي. انا تشرفت بيكي. الشرف ليا بجد والله، لينا جميعا. شكرا جزيلا.